للحديث إذن مشاهدينا الكرام عن استمرار تظاهرات المحاضرين المجانيين والخريجين في ظل إهمال حكومي لمطالبهم، معنا هاتفيا من بغداد صحفي عادل الجبوري. مرحبا بك عادل. إذن هناك موجة جديدة من التظاهرات الرافضة لإهمال مطالب هذه الاحتجاجات المتكررة بشأن التوظيف، أين ذهبت وعود السوداني بتوفير درجات وظيفية للخريجين؟ الحقيقة بعد 2003 قامت الحكومات المتعددة المتكررة بوعود كاذبة لكافة الشعب العراقي، ومن هذه الوعود وعود التعيينات التي أصبحت غير مدروسة لديهم. الخريجين أصبحوا يعني في أعداد كبيرة جدا، بذلك لسوء التخطيط للتعليم العالي في العراق، وفتح الكليات الأهلية من قبل الأحزاب التي استلمت السلطة، وتعيين والخريجين أصبحوا خريجين في يعني بطالة مقنعة، ما عندهم أي عمل. والدولة بعد 2003 لم تعد يعني تعيد الخريج في مكان اختصاصه، وهذا اللي دعا السوداني قبل ان يتحمل ان ياتي الى الحكم، وعد كل الخريجين بالتعيين، لكن بعد ان استلم الحكم لم ينفذ ما وعد به. وعد المتقاعدين مو بزياده، بتوحيد قانون التقاعد، لكنه بعد ان استلم الحكم تنصل عن وعوده، والمتقاعدين اليوم ايضا يتظاهرون في العلاوي على الحكومه، يطلبون بقانون موحد للتقاعد وليس قوانين اربع قوانين للتقاعد. هذه هو ما وعود السوداني مع الاسف، ولكن اليوم نشوف انهم يريدون ياخذون ضرائب على النفط. نعم، يريدون الاحزاب حتى تستفيد هذه الاحزاب من ويتحملون الشركات التي تنتج البنزين والنفط والتكرير النفط، يحملوها مسؤولية أعباء هذه الزيادة في الضريبة على البرميل الواحد. نعم. فننتظر ماذا ستؤول إليه هذه الموازنة التي أصبحت اليوم حجر عثرة في مجلس النواب. الكل يريد يستفيد من الموازنة، والكل يريد يسرق الموازنة، وأنا أنتظر ماذا سيحصل في المستقبل. لكن الملاحظ الآن سيد عادل، الملاحظ الآن أنه تظاهرات الخريجين تتوسع في عدد من المحافظات، و يعني الحكومة من تواجه هذه المطالبات لنقول والاحتجاجات بالتجاهل في أكثر الأحيان، وأحيانا أخرى هناك قمع لهذه التظاهرات أو الاحتجاجات كما حصل في محافظة ميسان عندما واجهت مهندسي النفط والغاز. هذا التوسع في التظاهرات ونحن على أعتاب موجات حر أيضا ستزيد ربما هذه التظاهرات، يعني لماذا برأيك تذهب الحكومات المتعاقبة لهذا الحل أحيانا الأمني أو التجاهل حتى؟ الحقيقة لأنه ما عندهم حل إلى موضوع الخريجين وموضوع المتقاعدين، فيلجؤون إلى ضرب المتقاعدين وضرب الخريجين وضرب كل واحد يطلع ضد الحكومة، يطالب بحقوقه المشروعة اللي شرعها دستورهم. يعني دستورهم المادة 38 من الدستور شرعت انه السماح بالتظاهر حق مشروع، لكن نشوف القوى الأمنية تجيها توجيهات لضرب الخريجين، وهذا ما حصل في أثناء حكومة الكاظمي، واجههم بالرصاص. هذه هي ديكتاتورية بحق عينها في العراق اليوم، ولكن الحل هو ليس الحل في ضرب المتظاهرين، لأنه لا يجوز ضربهم لأنهم يتظاهرون من أجل حقوق عادلة
يطالبون بها. نعم نعم إذن شكرا جزيلا لك الصحفي من بغداد عادل الجبوري، شكرا لك.